اللي وقف معايا واللي ورا ظهري ناس اللي تيساندوا المشروع وكيعرفوا هاد المشاكل. تسمو الناس تهضروا الشركات اللي تزمت معايا هاد السنتين. طبيعة الحال انا من هاد المنبر ديالكم كنوجه لجميع المنخرطين تنقول لهم كلمه واحده، انني رئيس الجميع، انني ماشي هنا انا باش ننتقم او نقول كلام خارج على ما هو يعني. الناس كينتظروا حتى عندهم انتظارات اخرى، عندهم انتظار اخرى هي ان المشروع ديالهم خصو يتحقق، وانا هنا باش نحقق المشروع ديالهم. انا غادي ندير كل ما في وسعي، لان عندنا رجالات تابعينا ورجالات يساندونا، كما تنقول شركات لانهم كانوا معنا في 2018 وكانوا مستعدين باش يكملوا المشروع باش ترجع الثقه في هذا المشروع، غير انه طرى اللي طرى. ولكن الان كما تنقول حنا غادي نستمروا على النقطه اللي بدينا اللي وقفنا فيها، غنحققوا المشروع ديالنا وغنسلموا الناس الشقق ديالهم، واللي عنده شي دين علينا طبيعه الحال هناك يعني بعض اللوبيات اللي ما كيرضيهمش اننا نحققوا النجاحات اللي حققناها، يعني داروا لنا جميع العراقيل. لان قبل ما يبدا المشروع خرجوا بواحد الصفحات فيسبوكيه كيشككوا في المشروع ديالنا وكيحرضوا المنخرطين، وعندنا بما يفيد، وحنا لحد الان مازال ما التجناش للقضاء، لان حنا في معركه اخرى، حنا معركه تحقيق المشروع اولا ومن بعد لكل حديث يعني الوقت ديال المشروع. هو تحقق ب 85% على حسب اللي قالت الضابطه القضائيه، تحقق ب 75% على حسب التقدير ديال الخبير ديال المحكمه، وكذلك هو نفس الرقم اللي عطاه هيئه المحكمه. حنا بالنسبه لنا هذا انجاز، لان علاش؟ لان حنا سنعتبروا ان كما يقال نصف الكاس، الناس ما كيشوفش الجانب الممتلئ من الكاس، يشوفوا الجانب الخاوي من الكاس. ان هذا مشروع ما قالوش بزاف، لان كنا في المراحل الاخيره، وهذا الطموح باش نحققوا مشاريع اخرى. راه الانسان اي انسان هو طموح، ولكن هذا ماشي هو الهم ديالنا. دابا الهم ديالنا هو نحقوا اولا بعد المشروع ونحيدوا هذا المشكل، نحيدوا الناس كما قالوا من تحت الرجلين، عندك ساعه ربي يحن. المبلغ هو يعود الى او يكون محلا الاختلاس، اللي هو اكثر من 726 مليون ديال الدرهم. ومن ثم اعتقد باننا علينا الصمت، وهذا الصمت لم يكن حميد البياز محامي في الدار البيضاء. اولا خصنا نعلموا واحد المساله اساسيه، وانه منذ 2014 تم اكتشاف بعض الصفحات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، واقول هنا فيسبوك، من بين اهم هذه الصفحات ضحايا اتلانتيك بيتش، هذه في 2014. ثم منذ ذلك التاريخ نتفاجأ بمجموعه من الخرجات الاعلاميه، بمجموعه من التحريضات ترتبع على ان هناك خمس شكايات تم وضعها لدى الضابطه القضائيه. ثم هذه الشكايات ترتبع عليها مجموعه من الابحاث القضائيه الدقيقه جدا، سواء امام السيد قاضي التحقيق او امام الضابطه القضائيه او امام الضابطه القضائيه. نحن الان بعد هذا المسار الذي دام سنتين، نحن الان امام محكمه الاستئناف. كما تعلمون محكمه الاستئناف ينشر اليها الدعوه من جديد، تم مناقشه الملف بشكل مستفيض لتقرر المحكمه باجراء خبره. هذه الخبره تم اجراؤها بعد 17 شهر ومناقشتها، اقول نادرا ان لم اقل قليلا ما يتم استدعاء الخبير امام منصه القضاء، وتم استدعاء الخبير وتم استضاح منه على عدد كبير من النقط التي تبدى لاطراف المطالبين بالحق المدني ولا من النيابه العامه. بعد ذلك قررت المحكمه اجراء خبره، ثم بعد ذلك تقدمنا بالصراحة في إطار المادة 180 من قانون المسارات الجنائية لتقرر المحكمة منح المعني بالصراح مقابل كفالة مالية ومقابل سحب جواز سفر ومقابل إغلاق الحدود. نحن تقدمنا أو ارتأينا على أن نصمت خلال كل هذه المراحل. لماذا؟ لأننا احترمنا القضاء، نناقش ملفاتنا في القضاء، وثائقنا أمام القضاء، ولكن نتفاجأ بخرجات إعلامية وبتشكيل للرأي العام غير صائب. لذلك أشكر كل وسائل الإعلام التي حضرت في هذا اللقاء، وشكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبوناو معنا في لاشين فانسبو
وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.